في ناس بيفتكروا انه السير ورا يسوع بيعني انه الواحد لازم يترك شغله او يتخلى عن كل امواله وممتلكاته ويعطيهم لحدا تاني حتى يقدر يصير تلميذ مرة سألت شخص ليش ما بتحاول تطور شغلك وهيك بتزيد دخلك وبتصير قادر تأمن حياة افضل لعائلتك جاوبني وقال لي ما بدي اشغل حالي كتير بامور العالم وكيف جيب فلوس اكتر لان هيدا برأيي خطية للأسف هيك نوع من الناس فاهمين دعوة المسيح لالهن غلط فاهمين أنه دعوة المسيح هي دعوة للتخلي عن مسؤولياتهم بالحياة وبالمجتمع وبالحقيقة الكتاب المقدس بيوصف هيك نوع من الناس بأنهم كسلانين وبيقول سليمان الحكيم الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى حب النجاح والتقدم بالعمل هو ميزه خلقها الله بالانسان حتى يعرف يتطور ويستمتع بتعب ايديه بالحياه والكتاب المقدس بيعلمنا وبيطلب منا انه نكون مجتهدين بعملنا حتى ننجح فيه كمان بيقول سليمان الحكيم ارايت رجلا مجتهدا في عمله امام الملوك يقف لا يقف امام الرعاع هيك كان يوسف وهيك كان دانيال وهيك كان حمية وهيك كانوا كل رجال الله لأنه فهموا الدعوة صح وأكرموا الله باستخدام مواهبهم محبة العالم هي لما الواحد بيصير يعيش كرمال شغله بدل ما يكون الهدف من شغله هو أنه يعيش بكرامة بيصير شغله هو إلهه لدرجة بينسى أنه الله هو محور الحياة مش الشغل ولما بينجح بيفتكر أنه هو اللي نجح نفسه بشطارته الشغل والنجاح بيصيروا خطيه لما بنسوا الانسان الله ومن شان هيك الله حذر شعبه قديما من الوقوع بهالخطيه وقال احترز من ان تنسى الرب الهك لئلا اذا اكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيده وسكنت يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدره يدي اصطنعت لي هذه الثروه بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة فإذا واضح أن الله هو اللي بيعطي الإنسان القوة والحكمة حتى ينجح المهم كيف بيتعاطى الإنسان مع النجاح لما الله بيوصله لإله